فعلا النصر بعد ما راح تنبكتي للهلال فاوضك في متعب الحربي، فتحوا معك خط على متعب الحربي. صحيح. مش قلت لهم؟ رفضت والله. طب ليش رفضت؟ لا رفضت مع اللاعب اصلا قبل ما يفاوضني النصر يعني، لان اللاعب والوكيل جوني المكتب ورفضت رفض كلي يعني، لان الهدف في الاول في الاخير اليوم اللي هو دعم ميزانيه النادي، وحصل بالنسبه لي اللي هو دعم ميزانيه النادي وحضور لاعبين سواء محليين او اجانب كانوا في الطريق انهم يحضرون زين. لكن اليوم بيع متعب ما اعتقد ان اليوم كان في حاجه. لا ما كان في حاجه، الحاجه الاساسيه كانت في دعم الميزانيه. اي بس الناس يقول اعطيت الهلاليين لاعب، اعطى النصراويين لاعب، هو كذا مو بكيكه هي. شوف.